بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى. لأجل القيام بهذا العمل سنتبع ما يلي. دونك أولا سنقوم بإنتاج قطعة، دونك سنضغط في شاشة الجوجبرا، سنقوم بإنتاج نقطة A كما تلاحظون، ثم نضغط مرة أخرى، نبتعد قليلا عن B ونضغط مرة أخرى نحصل على نقطة B. سنحتاج إلى الزلقة، دونك سأذهب إلى هنا كورسور، اختار هذا الخيار بطبيعة الحال وأضغط في شاشة الجوجبرا، ستظهر لي هذه النافذة. هذه الزلقة ستكون من النوع أونتي، وبطبيعة الحال القيمة القصوية يمكن أن أتحكم فيها، القيمة الدنيا ستكون بطبيعة الحال هي صفر، والقيمة القصوية يمكن أن أتحكم فيها أو يمكنني أن أتركها كما هي 30 كما اقترحها الجوجبرا. سنضغط على أوكي، وكما تلاحظون بأن هذه الزلقة يمكن أن نتحكم فيها بفأرة الحاسوب. سنحتاج الآن إلى إنشاء مستطيل انطلاقا من هذه القطعة A B. بطبيعة الحال سنحتاج إلى التعامد، دونك سنضغط على A ثم على القطعة A B، ونضغط كذلك مرة أخرى في النقطة B ثم على القطعة A B. يعني هنا قمنا بإنشاء مستقيمين متوازيين انطلاقا من A و B كما تلاحظون، هما مستقيمان متوازيان أو بسبيل آخر هما مستقيمان عموديان على A B. سأحتاج إلى إضافة نقطة أخرى، دونك مثلا هنا سأسميها C، وقم بإنشاء المستقيم المار من النقطة C والعمودي على المستقيم BC، فإنه سيقطع هذا المستقيم في نقطة أخرى، وهذه النقطة ستكون هي الرأس الرابع للمستطيل ABCD. سأقوم بإخفاء هذه المستقيمات، دونك سأضغط مرة واحدة بطبيعة الحال بالزر الأيمن للفأرة، وأختار هذه المرة في شيء أوبجي. سأقوم بالربط بين هذه النقاط، هنا القطعة D، هنا القطعة DC، وهنا القطعة BC. وبالتالي فإن هذا الشكل الذي أمامنا هو عبارة عن مستطيل يمكننا أن نتحكم في طوله كما تلاحظون، وكذلك يمكننا أن نتحكم في عرضه. سنحتاج إلى تقسيم قلت هذه القطعة B باستعمال هذه الزلقة أيضا، لأجل ذلك سأذهب إلى شريط الكتابة وأكتب ما يلي، دونك سيكونس، سأختار الخيار الأخير سيكونس، دونك سأكتب A زائد مثلا سأختار متغير سأسميه ك سور ان، دونك ك سيكون متغير، او سأختار اي، ثم ربما اي سبق الجوجبرا ان اعطاها لاحدى هذه القطع، وبالتالي سأحتاج الى اعطاء متغير اخر سأسميه مثلا ك بريم كما تلاحظون هنا، ك بريم سور ان، دونك مضروبة في بين قوسين ب ناقص أ. ثم لا فاريابل بالنسبة لنا هنا المتغير هو ك فتحة، القيمة الأولى التي سيأخذها ستكون هي صفر، القيمة الأخيرة التي سيأخذها ستكون هي ان، ولو با سيكون هو واحد. دونك لاحظوا على ماذا سأحصل هنا، سأحصل على مجموعة من النقط متواجدة بين القطعتين أ و ب، ثم أضغط على أوكي. يمكنني إخفاء كما تلاحظون النقطة أ، يمكنني إخفاء كذلك النقطة B. لاحظوا عندما أقوم بتغيير مثلا هنا N يساوي 7، سأحصل على 7 قطع متقايسة هنا، دونك القطعة الأولى، القطعة الثانية، القطعة الثالثة، القطعة الرابعة، القطعة الخامسة، القطعة السادسة، ثم القطعة السابعة. دونك لاحظوا مثلا هنا إذا قمت ب N يساوي 3 فإنني سأحصل على 3 قطع متقايسة، أو بتعبير آخر لدينا هنا 4 نقط. هنا لدينا فقط قطعة AB، هنا لدينا قطعتان، القطعة الأولى والقطعة الثانية، قمنا بتقسيم قطعة AB إلى قطعتين متقايستين، هنا قمنا بتقسيم قطعة AB إلى 3 قطع متقايسة إلى آخره. الآن سنقوم بنفس العملية لكن مع القطعة DC، دونك سأقوم باستدعاء الأمر الأخير الذي قمت بإدراجه، وسأقوم بتغيير فقط النقطة A، يعني الأصل الذي انطلقت منه، انطلقت من A، سأقوم بتغييره لـ D، سأكتب مكان النقطة A أكتب الحرف D. دونك لاحظوا أنني سأحصل على نقط متقابلة على القطعتين AB و DC. دونك سأقوم بالربط بين هذه النقاط حتى أحصل على قطع. دونك سأذهب إلى شريط الكتابة دائما وأكتب سيكونس. لكي أقوم بالربط بين هذه النقاط سأقوم باستدعاء الأمر سيجمون بطبيعة الحال، سيجمون،
ويحتاج بطبيعة الحال هذا الأمر إلى إدخال نقطتين، لو بوان النقطة الأولى والنقطة الثانية، لو بروميي بوان إي لو دوزيام بوان. دونك بالنسبة لي النقطة الأولى ستكون هي نقطة من اللائحة الأولى، دونك هذه اللائحة الأولى من النقاط سماها الجزيرة بطبيعة الحال إل واحد، دونك سأكتب إل واحد دو إي. ثم النقطة الأخرى التي تقابلها، دونك مثلا سأقوم بالربط بين هذه النقطة وهذه النقطة، دونك هذه النقطة هي المتواجدة في المرتبة الثانية، دونك النقطة الأولى من اللائحة الأولى، النقطة الثانية من اللائحة الأولى، سأقوم بربطها بالنقطة الثانية من اللائحة الثانية، دونك سأكتب هنا L2 L2 دو إي. دونك بالنسبة للمتغير في هذا الأمر هو إي، القيمة الأولى التي سيأخذها هي واحد، والقيمة النهائية ستكون هي la longueur de L1 و le pas سيكون هو واحد. دونك لاحظوا حصلت على مجموعة من القطع تربط نقط اللائحة الأولى بنقط اللائحة الثانية. يمكنني أن أغير بعض الأدوات وبعض الخصائص الخاصة بهذه القطع، من بينها أنني يمكنني أن أجعلها خطوط متقطعة هكذا، كذلك يمكنني إخفاء هذه النقط أو تغيير حجمها من هنا عن طريق تغيير بطبيعة الحال حجم ظهورها هكذا. يمكنني إخفاء النقطة D، يمكنني إخفاء كذلك النقطة C، أو يمكنني أن أتركها لأنها ستمكنني من التحكم في طول هذا أو عرض هذا المستطيل. الآن سنقوم بإضافة ماذا؟ سأقوم بإضافة زلقة ثانية، دونك سأذهب إلى كيرسر ثم أضغط في شاشة الجزيرة تظهر لي هذه النافذة، سأختار تيب أونتير سيعطيني هنا الحرف M، سأقوم بإدخال القيمة الدنيا ستكون هي صفر، والقيمة القصوية ستكون هي N بطبيعة الحال وليس 3. دونك لاحظوا هنا مثلا عندما تشير N الزلقة N إلى 9 فإن القيمة القصوية التي يمكن أن يأخذها M هي 9. عندما مثلا أقوم بتغيير n إلى 4 فإن القيمة القصوية التي يمكن أن يأخذها m هي 4. الآن سأقوم بإنتاج مجموعة من المضلعات هنا، أو مجموعة بتعبير آخر مجموعة من المستطيلات سيكون عددها بطبيعة الحال هو m. دونك لأجل ذلك سأقوم بالذهاب إلى شريط الكتابة وأكتب sequence، سأختار الأمر الأخير دائما، وهنا سأحتاج إلى إدراج الأمر بوليغون بوليغون، ثم أقوم بإعطائه رؤوس هذا المضلع الذي سأقوم بإنتاجه. بطبيعة الحال النقط التي سأقوم باستعمالها ليست دو بوان ستكون عبارة عن نقط من المجموعة الأولى وكذلك نقط من المجموعة الثانية. مثلا هذا المستطيل الأول، دونك رؤوسه هي الرأس الأول ينتمي إلى اللائحة الأولى، والرأس الثاني كذلك ينتمي إلى اللائحة الأولى. أما بالنسبة للرأس الثالث والرأس الرابع فهما ينتميان إلى اللائحة الثانية، ولهذا سأكتب هنا L1 دو إي فاصلة L1 دو إي بلس 1، يعني النقطة التي تليها، ثم سأنتقل إلى L2 النقطة التي تقابلها هي L2 دو إي بلس 1، والنقطة التي سنعود إليها هي L2 دو إي. هكذا سنكون قد أنشأنا مضلعا على شكل مستطيل، على شكل مستطيل عفوا. المتغير هنا هو اي، لا فالو دو ديبي هي ان، القيمة القصوية ستكون هي ام، و لو با سيكون هو واحد. دونك لاحظوا مثلا هنا حصلت على مستطيلين فقط، لماذا؟ لأن ام تشير إلى اثنان. يمكنني تلوين هذه المستطيلات، يمكنني أن أقوم بتلوينها مثلا باللون الأحمر هكذا. مثلا هنا سأقوم بالحصول على ثلاث، كما تلاحظون ثلاث مستطيلات، هنا مستطيلين، هنا مستطيل واحد، وهنا صفر مستطيل. يمكنني هنا أقصى ما يمكنني أن أحصل عليه هو 4، لماذا؟ لأن n تشير إلى 4. مثلا هنا n تساوي 9، دونك قمت بتلوين 2، دونك 2 4 6 8 9، دونك مجموع هذه المستطيلات أو مجموع هذه التقسيمات هو 9، ولكنني قمت بتلوين فقط 2 منها. يمكنني أن أغير مثلا 5، دونك لاحظوا 1 2 3 4 5 من أصل 9 مربعات أو من أصل 9 مستطيلات أو من أصل 9 بصفة عامة 9 مضلعات. الآن سنقوم بإظهار نص يشير إلى هذه القيمة التي تمثلها بطبيعة الحال هذه المضلعات الملونة، دونك تمثله بطبيعة الحال 5 على 9. قمنا بتقسيم هذا الشريط إلى 9 وحدات وقمنا بتلوين 5 منها. دونك سأذهب إلى تكست وأكتب في هذا النص هنا، دونك في هذا المكان الفارغ هنا أكتب
بطبيعة الحال باستعمال لغة لاتكس اكتبوا ديفخاك ديفخاك. دونك هذا الأمر يمكنني من كتابة كسر. دونك ديفخاك هنا سأكتب البسط وهنا سأكتب المقام. دونك البسط بالنسبة لي سيكون متغير وبالتالي سأضعه داخل صندوق فارغ وأكتب M، وكذلك بالنسبة للمقام سيكون متغير سأضعه داخل صندوق فارغ وأكتب N. دونك هكذا سأكتب ديفخاك تساوي يعني سأحصل على 5 على 9. لاحظ هنا يمكنني أن أغير حجم هذا الخط 5 على 9، دونك 5 تجزئات ملونة باللون الأحمر انطلاقا من 9 تجزئات، دونك هنا 4 9. دونك لاحظوا هنا مثلا 3 على 9، دونك هو كسر قابل للاختزال، يمكنني أن أختزله، وبالتالي سأعود إلى الشريط إلى النص الذي قمت بإدراجه وأقوم بتغيير بعض الخصائص فيه. مثلا دونك سأقول له إذا كان هذا الكسر قابل للاختزال فإن الجوجبرا سيقوم باختزاله. دونك هنا سنقوم بإدراج نص فارغ هكذا ونكتب سي. دونك إذا كان سي البي جي سي دي بي جي سي دي ديال ام و ان سي لو بي جي سي دي دو ام و ان ديفيرون دو ان، هكذا نكتبها، يخالف واحد علامة التعجب ثم تساوي يخالف واحد. دونك اذا كان قاسم المشترك الاكبر لعددين ام و ان يخالف واحد، يعني بان العددين ام و ان قابلان او لديهما قاسم اخر من غير العدد واحد، فاننا سنقوم باختزالهم وباختزال هذا الكسر الذي يمثله ام على ان، وبالتالي فانني ساكتب الشكل المختزل لهذا الكسر. دونك كيف ساقوم بذلك؟ هنا ساقوم بادراج نص تساوي واكتب فراكسيون تكست. دونك هناك احدى الاوامر الخاصه بالجوجبر التي تمكننا مباشره من اختزال فراكسيون تكست، ساكتب ام سيغ ان هكذا ثم اقوم باغلاق القوس. دونك لاحظوا الان دونك 3 على 9 تساوي 1 على 3 تساوي الثلث. دونك هنا مثلا قمنا بتلوين 3 مستطيلات وبطبيعه الحال المجموع هو 9، ويمكننا ان نراها بطريقه اخرى وكاننا قمنا بتقسيم هذا الشريط الى 3 اجزاء، وكل جزء يتكون من 3 مستطيلات صغيره. الجزء الاول كما تلاحظون هنا دونك هنا استدعاء لو ستيلو ديال الجوجيبرا. دونك هنا الجزء الاول تكون من 3 مستطيلات، وهنا الجزء الثاني تكون من 3 مستطيلات، وهنا الجزء الثالث يتكون من 3 مستطيلات صغيرة. وكم من جزء قمنا بتلوينه؟ قمنا بتلوين جزء واحد بطبيعة الحال، وهذا يعني بأن هذا الكسر يمثل كذلك 1 على 1 على 3. كلنا نقوم بتغيير، دونك سأقوم بمسح هذه النصوص او هذه الدوائر التي قمت باضافتها. دونك مثلا هذا الكسر غير قابل للاختزال 3 على 16، دونك قمنا بتلوين 3 مستطيلات صغيره من اصل 16 مستطيل. دونك مثلا هنا 7، دونك يمكنني مثلا الون 7 على 7 التي تساوي 1. مثلا هنا 8، يمكنني ان الون النصف، دونك 4 على 8 هي 1 على 2. دونك وكاننا قمنا بتلوين نصف هذا الشريط فقط. دونك هنا لدينا 4، وهنا كذلك لدينا 4، يعني قمنا بتلوين نصف هذا الشريط. وبطريقة أخرى قمنا بتقسيم هذا الشريط إلى 8 تقسيمات صغيرة، من بينها قمنا بتلوين 4. أتمنى أن ينال إعجابكم هذه البرمجية وإلى برمجية مقبلة بحول الله.